بلانك ودبل، ماتشات بتتأجل بسبب الكاس، ماتشات بتتأجل بسبب الكورونا والأحوال الجوية في أوقات تانية، حاجات كتير قوي بتحصل في الموسم ده. اتأخرنا عليكم عشان نبدأ، ولكن خلينا نلحق العشر أسابيع اللي فاضلين واللي فيهم حاجات تانية كتيرة. أنا محمود ضياء وده برنامج حطها في الجول يا ضياء، وهنتكلم فيه كل أسبوع عن فانتسي البريمير ليج. الجولة 27 انتهت بمواجهة ما بين برنلي وليستر سيتي، يبدو ان كان الفريق الوحيد اللي عنده دبل جيم ويك، والجولة 28 فيها دبل لست فرق، قد يكونوا 8 لو تشيلسي قدر يكسب في ماتش الكاس. حلقتنا هتقسم دايما لاربع اجزاء، الجزء الاول هيكون عن محظوظ ومنحوس لاعب في الجولة، وبعد كده هيبقى منحوس او محظوظ منك انت وانت بتكتب لي في الكومنتس ايه اللعيب اللي جاب لك نقط مش متوقعه او تغيير عملته كان غلط ولبس في وشك فانت بقيت منحوس الجوله دي. عندنا بعد كده لعيبه للمدى البعيد ولعيبه للمدى القصير تبدا تعتمد عليهم، عندنا كمان خمس نصايح لكل جوله، واخيرا توقع الدريم تيم. خلينا نبدا كده من البدايه بمحظوظ ومنحوس. البدايه هتكون من لعيبه وفرق، وبعد كده هيكون من عندك انت. المحظوظ بتاع الجولة دي في رأيي هو توتنهام، كلين شيت توتنهام اللي حافظوا عليه بشكل صعب جدا ما بعد ما هدد مرام أكتر من مرة، وليدز كان ليه فرصتين مؤكدين تماما للتسجيل، واحدة كمان كان دالاس لما غلط لوريس وراح راجل قرب لحد الجون وفي الآخر فضل يتباطأ فيها. المنحوس في رأيي ما بعد المباراة الأولانية كان في جورست اللي قدر إن هو يوصل بكورتين جون واتلغى الاوفسايد، والكرة التانية كانت هيد بدماغه في الست ياردات حكت كده في العارضة وخرجت بره. الراجل اللي فيه ما يقارب مليون واحد مكابتنينه، وفي وقت ما احنا بنتكلم دلوقتي هو بيلعب مباراته التانية قصاد ليستر سيتي في انتظار ان هو ينقذ الناس اللي كانت مكابتناه. قول لي انت في رأيك مين هو المحظوظ في الجولة اللي فاتت ومين هو المنحوس في الجولة اللي فاتت، وتعالى ننتقل لما بعد كده لخمس نصايح مهمين جدا واحنا داخلين على الدبل جيم ويك لازم تخليهم في دماغك. اول واهم نصيحة للدبل جيم ويك اللي جاي هو عموما ان استخدام اي تشيب في اللعبة معتمد بس على فريقك انت. ممكن اقول لك 10 استراتيجيات مختلفة تقدر تلعب بيهم الوالد كارد والتريبل كابتن والفري هيت والبنش بوست وكل حاجة من الكلام ده كله، ولكن اللي بيحدد هو فريقك انت. مهما انا قلت ومهما غيري قال ومهما انت فكرت فلازم انت لوحدك اللي تقرر القصة دي حسب فريقك. حاجة تانية اللي عايز اتكلم فيها كمان، الجولة 28 جولة دبل جيم ويك، الجولة 29 جولة دبل جيم ويك، الجولة 30 جولة بلانك كبير، فحاول دايما وانت بتفكر في اللعيبة اللي هتشتريها في الجولتين الجايين يكون عندهم ماتش في الجولة 30. استون فيلا، ارسنال، ليدز يونايتد، ولفرهامبتون، ليستر، برينتفورد، دول ست الفرق مؤكدة انها هتلعب في انتظار ان احنا نتأكد لنا فرقتين او اربعة كمان حسب نتائج مباراة الكاس. وياخدنا على طول النصيحة رقم 3 وهو ان انت دايما لازم تستنى على تغييراتك لحد الاخر، لان اللي هيحصل في ماتش الكاس هيكون مؤثر بشكل مباشر جدا على تغييراتك اولا وعلى الفرق اللي هتلعب في الجولة 30، عشان الجولة دي بيكون فيها من 3 ل 5 ماتشات بس، عدد اللعيبة قليل. كفاية بقى عم نصايح بقى في كلام عام، اديني بقى حاجة من اللعيبة. تعال اقول لك شوية حاجات. النصيحة الرابعة هي مدافعين تشيلسي ومدافعين ولفرهامبتون. تشيلسي مرشح انه يكون عنده دبل في الجوله 28 ده اولا، ثانيا ماتشاته اللي جايه كلها كويسه اعتقد لحد ما قبل نهايه الدوري 3 4 جولات، فانت عندك فرصه ان انت تجيب منهم لعيبه كويسه. مدافعينهم عندهم ثبات اكتر من المهاجمين لان الكلين شيت بتاعهم نسبته دايما عاليه، زائد ان هم بيسجلوا. مدافعين تشيلسي سجلوا اكتر من 45% من اجوان الفريق من بداية الموسم لحد بداية السنة الجديدة في نص الموسم الأولاني، وبالتالي فهم عندهم أفضلية إن هم يدوك كلين شيت، وممكن تاخد أسيست من ريس جيمس، تاخد جون من روديجير أحسن من لعيبة النص أو الهجوم اللي هم ما عندهمش نفس الثبات وبيضيعوا فرص كتيرة. لسه أنت من كام يوم شايف كان بيحصل قدام ليفربول ضاعين أكتر من 6 أو 7 فرص مؤكدين للتسجيل، فممكن أنت تستفيد بيهم بسعر أقل للمدافعين ويدوك عدد نقاط أكبر. الوضع نفسه منطبق بس على سكيل أقل شوية على ولفرهامبتون، فريق دفاعه كويس مقبول إلى حد كبير، طبعا مش دفاع تشيلسي ولا ليفربول ولا السيتي ولا أي حاجة من الحاجات دي، ولكنه دفاع كويس جدا. خصيصا يقدر يديك عدد سيفز كتيره جدا، كمان مدافعينهم ممكن رومان سايس بيطلع كويس في الكره العرضيه، ايت نوري لما بيكون موجود بيزيد كويس وباك كويس، ولكن طبعا على سكيل اقل. في نفس الوقت اللي الفريق هجوميا مش ثابت، مش ثابت من ناحيه المستوى ومن ناحيه الكور والفرص اللي بيروح بيها على الجون، ومش ثابت كمان من ناحيه عدد اللعيبه الموجوده. عندنا خيمينيز، بودينسي، بيدرو نيتو رجع، هوانج موجود، تريكاو موجود، 5 دول موجودين، ممكن تلاقي حد بيلعب التاني ما بيلعبش. شفنا الماتش الاخير خيمينيز نفسه كان قاعد على الدكه، كنا نتوقع ان ده مجرد رد فعل على اللي حصل في ماتش ارسنال، وهيرجعوا يكونوا موجودين عادي جدا
في الدبل جيم. النصيحة الأخيرة واللي هنختم بيها وهي السوالب، بتعمل ماينس في وقت الدبل جيم ويك ده شيء عادي جدا، ولكن يبقى السالب ده محسوب. انت هتعمل سالب مثلا على لعيب بيلعب في وليفرهامبتون هيديني دبل في الجولة 28 وهيلعب في الجولة 30، ماتشاته كويسة بعد كده، يبقى ده مش مجرد ماينس في جولة واحدة، لا ده لتلات أو أربع جولات. الكلام نفسه ينطبق على أي حاجة تانية. تقدر تعمل سوالب وتستغلها إن أنت ما تأثرش بيها في دبل جيم ويك وتفيدك قدام، بس مش لمجرد إن أنت تعمل ماينس وخلاص. ثالث فقرة معانا هي لعيبة تبص عليها هتنفعك سواء للمدى القصير جولة أو اتنين وتقدر تتخلى عنها، أو لعيبة للمدى البعيد ماتشاتها كويسة أو في فورمة كويسة. اللعيبة للمدى القصير في رأيي على رأسهم لعيبة نيوكاسل، أو آخر ست ماتشات تحديدا هم طلعوا 3 كلين شيت، استعملوا 3 جوان بس، هم سابع أعلى فريق في الأهداف المتوقعة في الدوري، وده رقم مقارنة بنيوكاسل في بداية الموسم هو يعني يقرب من الإعجاز. سادس أكتر فريق شايط على الجون، وسادس أكتر فريق مسجل أجوان. طب يا نروح لمين من الناس دي؟ عندك 2 أوبشنز أو 3 اوبشنز في الدفاع تختار منهم. دان بيرن مدافع طويل متميز في الكور الثابته، يقدر ياخد بونص كويس. مات تارجت الباك بيزيد واوفراته كويسه وان كان لسه ما انتكش فانتزيا قوي مع نيوكاسل لحد دلوقتي. والخيار الثالث واللي بشوفه امن شويه هو مارتن دوبرافكا. ليه امن دوبرافكا؟ سعره 4.4 بالمناسبه نفس سعر دان بيرن، ولكن لان انت هتجيبه في الجوله 28 هيقعد على الدكه لخوسيه سواء مثلا، ويلعب في الجوله 29 دبل، هو عنده دبل في 28 ودبل في 29، ده الاوبشن الدفاع. طب لو انا عايز اجيب اوبشن هجومي عندك 3 اسماء، انا ارشح واحد من اول اثنين. رايان فريزر اللي بدا يتوهج تاني وبشكل كويس جدا مع مدربه القديم ايدي هاو واللي اشتغل معاه كتير طبعا في بورنموث، او الخيار التاني هو جو ويلوك اللي سجل هدفين في اخر مباراتين وبدا يرجع تاني. جو ويلوك وجولينتون اثنين كرويا كمان مش بس كفانتسي بدا يرجع لهم الروح مع وجود ايدي هاو. الخيار التالت هو يا سام ماكسيمان يا وود، وفي رايي كريس وود لسه ما انتكش اي شيء فمش حد اروح اجيبه حتى وان كنت الجولتين. سام ماكسيمان ممكن لو هو رجع وجاهز، والله ما سيب خير طبعا كالوم ويلسون لو موجود ما كانش استنى بفكر في اي حاجه خالص. لما جاب كالوم ويلسون ومراح دماغك من قصه نيوكاسل دي خالص. حد كمان ممكن تجيبه للمدى القصير هو رافينيا. رافينيا ده مستوى الفرقه واقع والدنيا بايظه ولسه مغيرين مدرب، ما هو عشان كده بالظبط لسه مغير مدرب، فالغربال الجديد دايما ليه شده. ممكن تستفيد بيه في الماتشين في الجوله 28، الجوله 30 كمان عنده ماتش مش هيكون بلانك، ممكن تستفيد بيه في الحته دي. جيسي مارش عموما المدرب الجديد هو مدرب بيلعب 4-2-2-2 زي ما كان بيلعب راف رانجنيك مع يونايتد في البدايه، هجومي. ابرز ما محتاجه لعيبه ايدز يونايتد هو ازاي يتعلموا يضغطوا اكتر بشراسه على الخصم عشان يستعيدوا الكوره، ودي حاجه اعتقد انها تكون مطلوبه منه، ولكنه مدرب هجومي فممكن تستغل البدايه الدفعه اللي تبقى في اول تغيير اي مدرب دي وتستغل فيها رافينيا. حد ثالث واخير في قصه لعيبه على المدى القصير هو ليفرامينتو. ليفرامينتو اللي احنا بدانا بيه كلنا الموسم والراجل كان مظبط الدنيا خالص، رجع تاني وبقى موجود واساسي. الفرقه عندها دبل جيم ويك، ممكن تلعب في الجوله 30 مع بيرنلي لو خرجوا من وست هام في الكاس. اللعيبه بقى اللي هي على المدى الطويل اللي انت تروح تستجيبها 4-5-6 جولات، 3 فرق. الفرقه الاولانيه هي تشيلسي زي ما اتكلمنا في الاول، مدافعين تشيلسي روديجير في المقام الاول، 2 ريس جيمس، وان كان كلام تخل عنه في المؤتمر بتاع الكاس ان هو كان المفروض يلعب 20 دقيقه ولعب 70 ففي اوفرلود عليه فلسه هنشوف ونقيم. عموما خليه تحت عينيك وبص عليه. انا شخصيا بعد اللي اتقال ما توقعش ان هو يبدا الماتش، ولكن لسه عندنا ماتش كاس هيتلعب بتشيلسي، عندنا مؤتمر يوم الجمعه، تقدر تبص على الاثنين دول ومنهم تحكم انت ريس جيمس ولا لا. انا توقعي الشخصي ان هو مش هيبدا الماتشين، ولكنه على اللونج ران هيبقى مهم جدا لنهايه الدوري. تشيلسي ماتشاته كويس، روديجر هو لاعب ضامن مكانه، موجود في اغلب الماتشات عشان برده بيحصل اوقات روتيشن في تشيلسي في خط الدفاع، ولكنه موجود في اغلب الماتشات بيلعب بدماغ كويس وممكن يجيب لك جون. الكلام ذاته ينطبق على تياجو سيلفا، وان كان مستحيل يلعب كل الماتشات لان هو اصلا سنه كبر، فمع كمان وجود الابطال والموسم يبدا يقرب ويبقى مضغوط اكتر، فاعتقد ان هو مش هياخد كل الماتشات. الفرقه الثانيه هي ولفرهامبتون زي ما كنا برده بنتكلم قبل كده، مدافعين ولفرهامبتون خصيصا الحارس في رايي في المقام الاول رومان سايس او كودي هما الاثنين الاكثر ضمانا تواجدا على طول في التشكيل الاساسي. ايت نوري بعدهم باك متميز جدا، ولكن مشكلته ان هو في اوقات فجاه بتلاقي قاعد على الدكه ومارسيل بياخد ماتش او اثنين ورا بعضه، واحنا في فتره خلاص الموسم بيخلص فانت محتاج اللاعب اللي انت ضامن ان هو موجود. الفرقه الاخيره هي ارسنال. وليه ارسنال رغم ان ارسنال فرقه مستواها دايما مش ثابت؟ لان ارسنال ما بينافسش على اي حاجه، ارسنال ما عندوش اي حاجه دلوقتي فاضله غير ان هو يلعب عشان يوصل للتوب فور، فبالتالي هدفه دايما في الدوري ان هو يكسب كل ماتش بتاع اسبوع، لا بيلعب في دوري ابطال ولا اوروبا ليج ولا حتى دوري المؤتمر، وبالتالي كل هدفه في الحياه ينزل يكسب الماتش اللي بيلعبه في الدوري، هيلعب توب فور، وصول دوري الابطال مهم جدا بالنسبه لهم. اسعار لعيبه ارسنال كمان رينجها قليل جدا، تتكلم في 4.5 بن وايت، 4.6 تومياسو،
5-1 او 5-2 تيرني، 5-3 جابرييل، نص الملعب مارتينيلي اللي كان بخمسة ونص، ساكا بستة ونص. تلعب فرقة كبيرة عندها هدف كبير من الموسم، دايما في النهايات بندور على الفرق اللي لسه عندها دوافع في الموسم، سواء وصول دوري الابطال، الدوري الاوروبي، النجم والهبوط، حتى في اوقات بتعمل معجزات، فدي الفرق اللي دايما بتكون باصص عليها في نهايه الدوري. اخر حاجه هنتكلم عنها هي اختيارات الدريم تيم للجوله اللي جايه، وفي بدايه كل حلقه جايه هنبدا نشوف الدريم تيم ده جاب كام نقطه والدنيا ظبطت ولا لبسنا النص في الحيطه، ونبدا نتناقش مع بعض. فاختيارات الاسبوع ده في حراسه المرمى خصيصا من ولفرهامبتون، عنده دبل جيم ويك، ماتشين هوم في المتناول، ممكن يطلع بواحد فيهم كلين شيت يستقبل جون في الثاني ويديك شويه سيفز. خط الدفاع الاول هو ماتي كاش من استون فيلا، وده هيكون عنده دبل جيم ويك واستون فيلا عنده ماتشات مقبوله جدا، فممكن يكون حل بالنسبه لك. الاختيار الثاني هو انطونيو روديجير من تشيلسي، مع كده ترينت الكسندر ارنولد عنده ويست هام في ملعبه. والاختيار الرابع هيكون واحد من اثنين، انا هحط ريس جيمس كريسك، مع ان انا عندي توقع انه ممكن ما يبقاش لماتشين، ولكنه ممكن في ماتش يديك او ماتش ونص يديك اتاكينج ريتيرن كويسه، واللي معاه لو انت مش عايزه يبقى رومان ساكس. في خط الوسط البدايه طبعا بمحمد صلاح، ويست هام هوم، الفريق بينافس على الدوري وعايز يفضل مقرب من سيتي، صلاح في فورمه اعجازيه سواء في الاهداف او في الاسيستات، فخيار ما بينفعش يخرج من فرقه اي حد. الخيار الثاني هو حد مستواه اخر 3 ماتشات مش في اقوى حاجه، ولكنه منتظر مع الدبل اللي عنده، مع ان الفرقه تبدا تستفيق شويه، ان هو يقدم حاجه، وهو فليب كوتينيو من استون فيلا. الخيار الثالث هو حد برضه عنده سنجل جيمينج زي صلاح مش دبل، وهو سون هيونغ مين. سون الفتره اللي فاتت جايب جون في ليدز يونايتد، عمل 2 اسيست قصاد مانشستر سيتي، الماتش اللي جاي قصاد ايفرتون هوم اللي بيعاني كتير جدا، وفي الجوله 29 لو انت جبته عنده دبل جيمينج فهيكون مفيد ليك في الحتتين دول. الاختيار الرابع هو رافينيا من ليدز يونايتد، بدايه جديده لمدرب جديد زي ما اتكلمنا، ورافينيا هو اهم عنصر هجومي في ليدز يونايتد، وبالتالي انت محتاج ان هو يكون حد زي ده في سعر قليل زي ده موجود في فريقك. والاختيار الخامس والاخير هو رايان فريزر، ريسك بتاع الجوله، 5.5 مليون، اونرشيب 1% او حتى اقل من كده، بدا يفوق في الفترات الاخيره، اتحسن كتير مع ايدي هاو، تقدر تريسك بيه، عنده دبل في الجوله 28 ودبل تاني في الجوله 29. ولان كالعاده المهاجمين هم اقل شيء في اللعبه الموسم ده، فهنلعب بمهاجم واحد بس، وهو شي ادمز من ساوثهامبتون، عنده دبل جيم ويك، راجل انفورم في الفتره الاخيره، ارقامه بالمناسبه ما تفرقش كتير عن ارقام بروخا لو انت عايز تجيب بروخا، ولكن ادمز يعني بيحول بقى الارقام دي لنقط، بروخا لسه في اخر 3 4 جولات ما حولش ده بالشكل الكافي زي ادمز. دي كانت اختياراتنا للدريم تيم واختياراتنا للحلقه، قول لي كانت اختياراتك ايه، بتفكر في ايه للجوله اللي جايه، وهنتناقش مع بعض دايما بعد كده. دي كانت اول حلقه واكيد مش هتكون الاخيره، نتقابل قريب جدا جدا في حلقه جديده بنحطها في الجول يا ضياء. سلام.